حاج سيد، انت بدأت في سن احمد تقريبا الغنى؟ اه، هو اصلا انا كنت طفل عندي 8 سنين وهويتي كنت اول بجود قران، وبعد كده من تجويد القران بقيت انشد، وبقيت بقى طبعا بقيت اشوف سيطه ومنشدين ومداحين من ضمنهم الشبكي وابو محمد البنا وابو دراع والشيخ طلعت والجماعه اللي هم القدام دول، فتاثرت بالمهنه ونميت عن طريق عن النشاط المدرسي. يعني كنت اروح اي مدرسه سواء كان في الاعداديه اخد نشاط مدرسي، في الاذاعه، في الدبلوم الصناعي، خريج دبلوم صناعي برضو كان ماسك النشاط المدرسي. بعد ما خلصت الدبلوم الصناعي 5 سنين سنه 91 بدات بقى اخش قسم ثقافه وامشي في المهنه الرسمي بقى بالاحتراف. والليالي الدينيه طبعا الاذكار والموالد والحاجات دي، كل الاحتكاكات دي تصنع الفنان او المداح الديني. حضرتك متفرغ لل لا الحمد لله. ما عندكش اي مهنه تانية؟ لا لا لا، الغنى قادر يفتح بيت، يفتح في حاله واحده، صلى على النبي. لو الانسان حب المهنه، لو كل انسان حب مهنته يخلص فيها هتديله، وبعد كده بتقوى الله بقى الانسان يكون مع ربنا تقي ويصلي ويدي ربنا حقه ويدعي ربنا هيديله طبعا. بتغني تراث واخد الطربوش، اللبس البلدي بالطربوش. انت ليه خدت الشكل ده اول حاجه مبدئيا؟ يعني هو عامه اي فنان شعبي لازم يكون مميز. ايه اللي بيفرق الفنان عن الفرقه؟ اللبس. اشمعنى الطربوش؟ لان انا كان الفنان محمد طه، وكان الفنان ابو دراع، والشبكي، وقبل الشبكي الريس حمزاوي، والريس متقال كان بيلبس طربوش. يعني كناس من 60 70 سنه تورثوا اللبس البلدي، الجلباب البلدي والتلفيع والطربوش، ده تراث، يعتبر تراث شعبي. اتعلمت على ايد مين؟ مين علمك؟ هو المهنة عامه من صغري كنت انا اقوى الحاج محمد الشبكي. يعني هو كنت انا اوعى كده، كان مداح دين وفنان شعب، فبقيت اسمع له المواويل الشعبيه والقصص والاغنيه بتاعته، المولع عربي، المولع احمر، المولع الاخضر. اشتغلت معاه؟ لا مش اشتغلت، انا قعدت معاه، يعني كنت اروح اقعد معاه المسرح، وكنت في ليالي كان يطلب عنوان للقصص كنت اكتبها له في موالد. عندي الشجر، عندي الميه، رأيتها قصدي الغيها، دي بنت ذوق متربيه، والزرع الاخضر حواليها، شفت الجمال زي الغزال، شفت الجمال.